السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على عيون أحلى سادة مشاهدين مشاهدي شبكة تلفزيون النهار في كل مكان. حلقة جديدة وأولى من لقائنا وبرنامجنا آخر النهار مع تامر أمين، حلقة يوم الاثنين الموافق 13 يونيو 2022 من الميلاد. حقيقة اليومين دول يومين سخنين قوي، وعندنا النهاردة ملفات مولعة قوي 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 وكلام كتير، يا رب يكون خفيف على اللي هيسمعوه، لان انتوا عارفين منهجنا هنا في البرنامج ان احنا ما بنقولش الكلام اللي بيبسط حد ولا الكلام اللي مستني يسمعه حد، احنا بنقول الكلام اللي على الحد، on the edge زي ما بيقول الانجليز، يعني الكلام اللي يرضي ربنا بس ونقتنع ومؤمنين انه الصواب. ارتحتوا خلاص؟ مشيتوا الراجل؟ عملتوا اللي انتوا عاوزينه؟ منطق الهوجة هو اللي ساد؟ منطق الهيصة هو اللي كسب؟ هو اللي انتصر؟ ماشي خلاص افرحوا، والحقيقة انه ليكوا الحق ان انتوا تفرحوا، لان انتوا عملتوا شغل على مية بيضة، شغل فاخر فاخر، شغل ممنهج ومخطط ومدروس بحملة متصاعدة مدروسة لرحيل موسيماني، لوقف ايه؟ لوقف مسيرة انتصارات الاهلي. انا بقول هذا الكلام وده رأيي الشخصي اللي انا مؤمن بيه، اي حد تاني هيبقى بيكره موسيماني او مش عاجبه موسيماني او كان مع رحيل موسيماني اكيد هيتضايق من كلامي، وانا بقول له ارجوك ما تتضايقش لان ده وجهة نظري واحترمها زي ما انا بحترم وجهة نظرك. انا اللي كان بيقعد معايا اليومين اللي فاتوا ويقول لي موسيماني لازم يمشي، بقول له والله رأيك يحترم بس انا ضده على كامل الخط، على طول الخط. اللي كان شايف ان موسيماني كان لازم يمشي بيتأثر بالمنطق العام بتاع الهوجة. على رأي صديق العزيز محمد فضل لعيب الكورة، قال لك هو موسيماني الحقيقة ما فيهوش حاجة زيادة قوي، يعني هو يا دوبك بيكسب بطولات بس ما بيعملش اكتر من كده، ما بيتشقلبش في الجو، ما بيمشيش على الحيطه، ما بيمشيش على ايديه ورجليه، ما بيطلعش نار من بقه. الظاهر الجماهير كانت عايزه المدير الفني يطلع نار من بقه وينط في السيرك وزي الاسد كده من النار وبتاع ويتشقلب عشان يبقى سوبرمان. انتوا عايزين ايه تاني من الراجل؟ او كنتوا عايزين ايه تاني من الراجل؟ وجعتكوا قوي ان التالتة على التوالي ما جاتش، وفي ظل الظروف المستحيلة اللي اتعملت فيها المباراة. كان له اخطاء في ادارة الفنية للمباراة ولا كلمة، انا بأبصم بيها، بس جل من لا يسهو وجل من لا يخطئ. عادي جدا راجل وهو ماشي في سكته عمال يوقع بطولات، يسقط بطولات، ايش 2 برونزية كاس عالم، وشي كاس مصر، على شي 1 دوري، على 2 افريقيا، على 2 سوبر افريقيا، ده هو ماشي ايه ولسه ما كملش سنتين، ولسه ما كملش سنتين او ما قفلش التالتة، وكل دي القاب وجوائز وبطولات حصدها موسيماني في فترته القصيرة. وفي الاخر الاقي ناس النهاردة يقول لك نكسر قلة وراه ماشي للدرجة دي؟ امال لو كان مدرب فاشل على مستوى الانجازات ما نكونش دعوه بالاسماء والسي في، اصل احنا برضو عندنا لسه برنته الخواجه الاوروبي مغرقانا ومعقدانا ومنفسنانا. يعني احنا جالنا مارتن يول، فاكرين مارتن يول بتاع الاهلي؟ مش عارف فاكرينه ولا لا. مارتن يول وما عملش حاجه مارتن يول مع انه اسم يخض قد كده. وجالنا لاسارتي لو تفتكروا، لاسارتي وما عملش حاجه ومشي بغضب اقل من اللي مشي بيه موسيماني ده، تخيلوا. يعني موسيماني بألقابه اللي جابها في الاهلي بس يروح يعلم مارتن يول ولاسارت التدريب من اول وجديد بالارقام والبطولات، ماليش دعوه بالسي في والشهره والسمعه، انا بتكلم بطولات. يول مارتن يول زي ما جه زي ما مشي، لاسارتي زي ما جه زي ما مشي، موسيماني زي ما جه لا مش زي ما مشي، واخد معاه شوال من الالقاب. الاهلي عمل له اسم وعمل له سمعة عالمية، بس لازم نعترف كمان ان هو ساهم في احراز مجموعة كبيرة جدا من الالقاب المهمة للاهلي في سنتين لا ثالث لهما.
موسيماني مدرب بيعرف يدير المباريات الصعبة والكبيرة، هو حريف في ده، صايع كورة في دي. مباريات الاهلي والزمالك بيديرها كويس قوي، مباريات الاهلي وبيراميدز يديرها كويس قوي، مباريات الصعبة في افريقيا زي الاهلي والترجي والاهلي والوداد والاهلي والرجاء والاهلي بيعرف يديرها كويس قوي، بيعرف يديرها كويس قوي. كفايه انه ما خسرش في الادوار الاقصائيه في بطوله افريقيا اخر 3 سنين ولا ماتش، والماتش الوحيد اللي خسره وده ما يعتبرش دور اقصائي، كان بيتلعب في ملعب المنافس اللي هو ماتش الوداد الاخراني في المغرب في النهائي. ليه توقفوا مسيره الانجازات؟ هتقول يا تامر ما هو دلوقتي المعلومات بتقول انه ان هو اللي طلب يمشي النهارده. هو اللي طلب يمشي لانه اتخنق. اتخنق، مفيش حد في الدنيا، ما احنا بشر يا جماعه، احنا مش اصنام ما بنحسش، بنحس وبنتاثر. مفيش مدرب في الدنيا يبقى شغال ومدي وقته وجهده الفريق وبيحقق معاه انجازات مفيش غيره يحلم بيها. كلامي واضح، مفيش غيره في القاره الافريقيه يحلم باللي حققه الاهلي في السنتين ثلاثه اللي فاتوا بتوع موسيماني. شوف الوداد عامل افراح وليالي ملاح والدنيا قامت وما قعدتش من ساعتها لحد النهارده عشان البطوله اللي خدوها الاسبوع اللي فات ولا الاسبوعين اللي فاتوا. الدنيا لسه ما ناموش من الفرحه في المغرب والمشجعي الوداد. احنا كل 3 ايام بطوله. احنا في الاهلي كل 3 ايام بطوله. ما بنلحقش نفرح بالبطوله نلاقي الكاس اللي بعده، والله ما لحقنا نفرح بالتسعه لقينا العشره. وما لحقناش نفرح مش عارف ايه لقينا من البرونزيه بتاعت كاس العالم للانديه. فده بطر على النعمة. الناس اللي كانوا بيزقوا قوي لإقالة موسيماني ده بطر على النعمة. أنا مش عارف الحقيقة أنتوا دلوقتي فرحانين؟ هو أنت كمشجع عايز إيه؟ كمشجع مش دعوة بالمسؤولين دلوقتي، المسؤولين ليهم حساباتهم، أنت كمشجع عايز إيه؟ مش عايز تنام مبسوط إن كل يومين ثلاثة فرقتك بتجيب لك بطولة وبتكسب مكسب وبتخش دربيات وتكسبها وتتفوق فيها، عايز ايه تاني؟ عايز الكوره الحلوه الكوره الجميله؟ انا بقول لك ان قماشه اللاعبين ما تطلعهاش، وخدوا الكلام على لساني واللي يزعل يزعل. قماشه اللاعبين ما تطلعش كوره جميله. لحد بقى ما يجي لك جيل تاني وتدعيمات تانية وربنا يرزق بلعيبه بقى ما اعرفش من بره ولا تطلع بالناشئين، لكن الجيل الحالي اللي موجود دلوقتي في الاهلي ما يطلعش كرة حلوة، يطلع كرة تجارية. تجارية يعني ايه؟ يعني تعرف تحاول تجيب الثلاثة نقط. شكرا، عايز الثلاثة بونت واجري، ثلاثة بونت مع ثلاثة بونت حارب على الدوري وفي افريقيا بعرف ازاي اللي هي تكسب ولا تلعب، لان هي القماشة دي هي القماشه بتاعت المنتخب. وهنتكلم كمان شويه عن المنتخب واللي بيحصل في المنتخب واتحاد الكره والمهازل، بس خلونا الاول في الخبر العاجل بتاع رحيل موسيماني ده اللي انا بقول لكم اصابني بصدمه وانا بقول اهو، رغم ان انا اهلاوي بس بقول لكم ان انتوا هتندموا على موسيماني. ويا رب يا رب كلامي يطلع غلط وما نوصلش لليوم اللي نندم فيه على موسيماني ونقول ولا يوم من ايامك يا موسيماني. يا رب نوصل لليوم اللي ما نندمش فيه على موسيماني ونقول ولا يوم من ايامك يا موس، وانت فينك يا موس، والحقنا يا موس، وانقذنا يا موس، والكلام اللي بيتقال دايما في لحظات الندم والعتاب وعض الاصابع. احذروا السيارة ترجع للوراء. بس كلامي ده مش بس للأهلي، أنا كلامي ده لمصر ولكل المسؤولين في مصر ولكل صاحب قرار في مصر. سيارة إيه اللي ترجع للوراء؟ سيارة استقلالية القرار. يعني إيه؟ يعني كلامي واضح أهو. احذروا السوشيال ميديا. السوشيال ميديا اصبحت تتحكم في قرارات كتيرة، منها القرار اللي انا بكلمكم عنه ده وهو رحيل موسيماني. احذروا السوشيال ميديا اصبح تأثيرها مرعب.
مرعب باللفظ اللي انا بقوله ده، مش خطير كبير، مرعب. السوشيال ميديا قادرة على انها تقلب الحق باطل والباطل حق. السوشيال ميديا قادرة على انها تشوه انسان او تجمل انسان. السوشيال ميديا قادرة على انها تضغط في اتجاه اتخاذ قرار، وللأسف بسبب الهوجة والموجة العالية المسؤول عن اتخاذ القرار ممكن يبقى عارف القرار غلط بس بياخده ارضاء للسوشيال ميديا، ودي كارثة. انا ما بقولش ان السوشيال ميديا في مجملها شيطان، لا، السوشيال ميديا لطيفة وكلنا بنخش على السوشيال ميديا للتسلي وللتعرف على الناس وللكلام مع اصدقائنا القدام ونشوف فيديوهات لطيفة وحاجات مضحكة والناس عندها قدرات معينة، كل ده تمام، ده الجانب الحلو في السوشيال ميديا. اما الجانب الخطير عندما تتحول السوشيال ميديا الى كتائب الكترونية، عندما تتحول السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي الى كتائب الكترونية، يعني يتم تجييشها، يتم حشد الشغل فيها من اجل التوجيه في اتجاه واحد، يا جماعة يلا بينا احنا عايزين نشوه فلان، يوم 2 3 4 10 يتحول فلان ده اللي كان من 10 ايام فلة يتحول الى شيطان رجيم. ليه؟ لان السوشيال ميديا نجحت عن طريق التجييش والحشد انها تشوهه، تخلص عليه، تعمل عليه حملة الكترونية ممنهجة زي اللي حصلت مع موسيماني دي بالظبط. موسيماني من كام يوم كان الناس بتقول لي يا سلام يا بخت الاهلي اللي عنده موسيماني، واحسن مدرب في افريقيا واحسن مش عارف ايه وصايع كوره ومحدش بيعرف يغلبه، كل الكلام ده كان بيتقال على موسيماني. لما بيسك عليه، لما اتقال لك بيسك عليه بقى وحش، وزوجته مش مسؤوله عن تصريحاتها وبتعمل مش عارف ايه، وبقى قرعن، وبقى علاقته وحشه مع الصحفيين، وبقى وحش مع الاداره، وبقى وحش مش عارف ايه، وبقى ما بيفهمش حاجه في الكوره، وبقى بيعمل جرائم، وبقى عايز ينزل لعيبه مره واحده، اتقلب من ميراكل شطان في اسبوع 10 ايام. لا، هو ما اتقلبش، هو موسيماني هو، لكن اللي قلبه كده السوشيال ميديا. واللي انا بقوله ده تحذير لكل الناس، مش بس في الوسط الرياضي، اي شخص بياخد قرار او مسؤول عن قرار او بيشوف المصلحة فين، ارجوك راعي ربنا اولا وضميرك ثانيا. اوعى ترضي السوشيال ميديا لسبب بسيط وواضح وهين، ان السوشيال ميديا لا يمكن ارضائها، مستحيل ارضائها. زي القاعدة اللي احنا اتعلمناها واحنا صغيرين كده، ان ارضاء كل الناس غاية لا تدرك، ارضاء كل الناس شيء مستحيل. فما تفكرش في رضا الناس وانت بتشتغل، فكر في رضا ربنا وان ضميرك مستريح للي انت بتعمله. لكن لما هتقعد تسمع للسوشيال ميديا وتستنى رضا السوشيال ميديا وتنتظر تسقيف السوشيال ميديا، هتبقى اثير للسوشيال ميديا، وساعتها هي الكارثة بعينها. ارجوكم 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 اوعوا تمشوا عمياني ورا السوشيال ميديا، لان اللي مشي وراها لبس في الحيطة. السؤال المهم، طب ماذا بعد موسيماني؟ ماذا بعد موسيماني؟ في كتير من الناس الآن قالت لك، خصوصا انه مفيش مدربين كتير على الساحة دلوقتي فاضيين، ومفيش اسماء متاحة لها ثقل، وفي ناس كتير بتقول لك الاهلي فاتح مفاوضات مع فايلر اللي هو المدير الفني السويسري اللي كان بيدرب الاهلي قبل كده وبعدين سافر بسبب ارتباطه بعائلته وان زوجته ما كانتش مرتاحة وما الى ذلك. والله فايلر انا بحبه على المستوى الفني، بس ما بطمنلوش على المستوى النفسي. يعني هو سابنا في وقت صعب وقال فليذهب الجميع الى الجحيم، انا اهم حاجة عندي بيتي واسرتي وانا مسافر، وساعتها كانت صدمة كبيرة للاهلي وجمهور الاهلي. فهل تضمنوا انه ما يكررهاش؟ الله اعلم، الله اعلم. او قبل ما تتعاقدوا معاه اسألوا السيدة زوجته
اذا كانت حابه ترجع تعيش في مصر ولا لا، عشان بس ايه ما نكررش المشكله دي مع فايلر تاني. بس الهي الحقيقه انه الوقت صعب جدا، الوقت صعب جدا. انت داخل على اعتقد بعد اسبوع 8 ايام في مباراه القمه مع نادي الزمالك. صحيح هي مش مباراه مصيريه لانها لسه في نص الدوري يعني، لكن في النهايه الديربي ديربي، الكلاسيكو كلاسيكو، وجمهور الاهلي وجمهور الزمالك يقول لك احنا نخسر طوب من طوب الارض بس ما نخسرش من الغريم التقليدي او المنافس التقليدي بتاعنا، سواء الاهلي مع الزمالك او الزمالك مع الاهلي. فبالتالي وانا هنا بتكلم عن الاهلي، جمهور الاهلي حتى لو اتقال لك ان ده مدرب مؤقت او ده المدرب لسه ما عرفش او بتاع، بس لن يقبل انه يخسر من المنافس التقليدي الزمالك في الديربي، لان دي بتبقى موجعه قوي بالنسبه للجمهور الاهلي يعني. هتلحق تجيب قبل ماتش القمه ولا سامي قمصان اللي ادار امبارح المصري مباراه المصري بالسلوم وشفنا اداء عظيم الحقيقه، عظيم عظيم. قلت لكم والله قماشه اللعيبه صعبه، اللعيبه محتاجه ترتاح وتتظبط الاثنين. ترتاح انتوا فاهمينها، تتظبط دي افهموها بقى براحتكم، بس مش تتظبط معناها ان انا اديها فلوس، لا ده ناخد منها فلوس. تتظبط دي اخد منها فلوس. ولما اجي اكلمكم عن المنتخب بعد الفاصل هترجم لكم بقى كلامي عن البهوات اللي بيجوا يحطوا رجل على رجل ويقعدوا قدام مجالس اداره الانديه هنا ويطلبوا 20 و30 و40 و50 و60 مليون وهم ما يسووش 17000 جنيه على راي المسرحيه بتاعتنا. 17000 جنيه بأمرت ايه التناكة دي؟ بأمرت ايه البيع والشراء في الانديه والارقام الفلكيه اللي بنسمعها في حين ان انتوا انتاجكوا صفر؟ صفر. كل قد ايه لما بتلعب، بتلعب لعبه حلوه. انا بكلم هنا على فكره كل اللعيبه، كل اللعيبه بلا استثناء. كل قد ايه لما بتطلع باصه صح. كل قد ايه لما بتجيب جون كويس. كل قد ايه لما بتعمل واجباتك في الملعب صح. يا راجل ده 99% من اللعيبه في مصر بيباصوا الكوره صح و10 غلط. كوره صح و10 غلط. المهارات الاساسيه في التسليم والتسلل مش موجوده. فبتتنكوا على ايه؟ انا لو منكم الدارة، انا لو منكم الدارة، انا هنا بتكلم لعيبة مصر في كرة القدم، ارقام اللي بتطلبوها لا تساوي ايه، لا تساوي اي حاجة من اللي انتوا بتقدموه. لكن هي في هيصة، والوكلاء بيشتغلوا ويصنعوا نجوم، والاعلام بيشتغل ويصنع نجوم، وفي النهاية كلهم ابطال من ورق، ابطال من ورق. عند الجد فيستك، عند الجد فيستك. وعشان تعرفوا شوفوا كده التقرير بتاع ماتش امبارح بتاع الاهلي والمصري بالسلوم. الاهلي بنجومه وبتاع رغم ان الدوليين موجودين في كوريا، وربنا يستر بكرة بقى على مصر وكوريا، ربنا يستر على مصر وكوريا بكرة ما تبقاش فضيحة يعني زي بتاعت اثيوبيا، على الله بس يعني تتلم كده ويرجعوا بس، وبعدين يبقى لنا كلام لما يرجعوا. خلينا نشوف التقرير بتاع الماتش ونروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نشوف بقى قصة إيهاب جلال وجمال علام. تأهل، سجل الأهلي 774 هدفا في كأس مصر وتلقت شباكه 250، خرج بشباك نظيفة في 166 مباراة، ولم يسجل الأهلي أهدافا في 38 مباراة. أحمد مكاوي هداف الأهلي في كأس مصر برصيد 35 هدفا. هادي خشب أكثر لاعبي الأهلي مشاركة في كأس مصر برصيد 34 مباراة. أحمد شوبير أكثر حارس خرج للأهلي بشباك نظيفة في كأس مصر برصيد 17 مباراة. 2014-2015 هو الموسم الأكثر تسجيلا للأهداف بكأس مصر للأهلي برصيد 27 هدفا. أكبر فوز حققه الأهلي في كأس مصر كان على حساب الجونة ب 13 هدفا دون رد موسم 2015. أكبر تعادل هو 2-2 وحققه الأهلي 4 مرات. أكبر هزيمة كانت من الزمالك وخسر الأهلي وقتها بسداسية دون رد عام 1944. واجه الأهلي 74 منافسا ببطولة
بطولة كأس مصر. 1-0 هي النتيجة الأكثر تكرارا للأهلي في كأس مصر وحققها 55 مرة. الاتحاد السكندري أكثر فريق واجه الأهلي في الكأس في 36 مباراة. أكثر فريق حقق الأهلي الفوز عليه بالكأس هو الاتحاد السكندري وفعلها 25 مرة. أكثر فريق خسر الأهلي أمامه بالكأس هو الزمالك وفعلها 10 مرات. حقق الأهلي الفوز على 72 فريق من إجمالي 74 منافس بالكأس. الأهلي بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر بعد تفوقها على طلائع الجيش بركلات ترجيحة إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1. يواصل اتحاد الكرة محاولاته لتهدئة الأوضاع داخل المنتخب قبل لقاء مصر وكوريا الذي يقام في إطار ودي ضمن استعدادات المنتخب الكوري لخوض غمار بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر خلال الفترة بين 21 من نوفمبر وحتى 18 من ديسمبر المقبلين بعد اشتعال الأزمة في أعقاب إصدار جمال علام رئيس اتحاد الكرة بعض التصريحات تجاه إيهاب جلال مدرب الفراعنة. ووفقا لما تم تداوله فإن أعضاء الجبلاية المرافقين لبعثة منتخب مصر في كوريا الممثلين في خالد الدرندلي ومحمد بركات يحاولان تهدئته وإقناعه بالعدول عن قرار الاستقالة بعد الانتهاء من مباراة مصر الودية، وذلك في قرار غاضب على إثر تصريحات جمال علام رئيس الجبلاية الذي أكد تكليفه لحازم إمام وبركات لبحث سير ذاتية لمدربين أجانب. ويرغب اتحاد الكرة في إقناع إيهاب جلال بعدم إعلان استقالته خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الانتهاء من مباراة مصر وكوريا الودية، والانتظار لحين عقد جلسة أخيرة مع مجلس إدارة الجبلاية بعد العودة إلى مصر من أجل مناقشة أسباب الأزمة التي يعاني منها المنتخب في الوقت الحالي ومحاولة التوصل لحلول ترضي جميع الأطراف. يأتي ذلك في ظل القلق من رد فعل المدير الفني عقب مباراة كوريا بعد تأكيد اتحاد الكرة على أنه بصدد تعيين مدرب أجنبي لخلافة إيهاب جلال من أجل قيادة الفراعنة في مشوار الصعود إلى كأس أمم إفريقيا كوتيفوار 2023 بعد الخسارة أمام إثيوبيا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للمسابقة القارية والانتصار أمام غينيا بهدف وحيد في افتتاح مشواره. خرج إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر بتصريحات جديدة تحدث فيها عن استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة كوريا، وتعد تصريحات جلال هي الأولى بعد أزمة الأنباء التي تم تداولها حول رحيله عن قيادة منتخب مصر. وأكد إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء مصر وكوريا الجنوبية أن منتخب كوريا يمتلك العديد من الأسماء الكبيرة، وتابع بأن منتخب مصر يستعد للقاء بشكل جيد، مشيرا إلى أنه قام بتحديد نقاط ضعف وقوة منتخب كوريا، وأوضح أنه يسعى للظهور بالشكل الأمثل والتأكيد على قدرة منتخب مصر في تمثيل المحافل الدولية. وواصل منتخب كوريا يشتهر بالسرعات والكرة الهجومية، وعلينا أن نثبت قدرتنا في المحافل الدولية، والأهم من ذلك الحفاظ على العلاقات الطيبة بين البلدين، ونأمل أن كوريا تعمل أداء ممتاز في كأس العالم، وأعتقد أنهم هيقدروا يعملوا إنجاز في كأس العالم. قصة منتخب مصر قصة صعبة الحقيقة، والكلام فيها بيوجع، لأنه مش ده منتخب مصر اللي احنا بنحلم بيه، ومش دي صورة الكرة المصرية اللي احنا بنحلم بيها، لا على مستوى المنتخب وجهازه الفني ولا على مستوى كمان المؤسسة اللي بتدير الكرة في مصر اللي هي اتحاد كرة القدم المصري. حقيقة اللي حصل خلال 72 ساعة اللي فاتوا أقل ما يقال عنه أنه تخبط وعشوائية تكسف. رئيس الاتحاد الأستاذ جمال علام، وانتوا عارفين أن أنا بتكلم عن الأقوال والأفعال، ماليش دعوة بالأشخاص، الأشخاص كلهم لهم الاحترام، وبالمناسبة الأستاذ جمال علام صديقي العزيز، لكن ده ملوش علاقة، احنا بنتكلم على انتقاد للأفعال وللأقوال. يطلع رئيس اتحاد الكورة يطلع يقول انه
احنا بندور على سير ذاتيه وهاب جلال ماشي، وبعد كده بعديها بكام ساعه يطلع بيان يقول لا انا ما قلتش انه ماشي، بس برضه حازم امام ومحمد بركات مكلفين بالبحث عن مدير فني جديد اجنبي والكلام ده، وإيهاب جلال وجهازه الفني واللعيبة موجودين في كوريا استعدادا للمباراة الودية اللي هتقام بكرة مع المنتخب الكوري الساعة 1 الظهر بتوقيت القاهرة. الحقيقة تخبط ما يحصلش وسوء إدارة ما حصلش، وبعدين اتحاد ايه ده اللي يجيب مدرب وبعد ماتشين يدور على بديل له؟ جبته في ايه ورايح في ايه؟ جاي في ايه ورايح في ايه؟ على رأي الأغنية القديمة، عارفين اللي هو كان مسرحية فؤاد المهندس الله يرحمه، خد نادية وبلاش سوسو، وبعدين لا بلاش نادية وخد سوسو. هو المفروض مين اللي يمشي، نادية وسوسو ولا اللي جابهم؟ مين اللي يمشي، نادية وسوسو ولا اللي جابهم؟ لا اللي جابهم. والمشكلة وانا بقول لكم اهو انه ما ينفعش اقالة اتحاد الكرة، عشان بس الكلام يبقى واضح، ليه ما ينفعش اقالة اتحاد الكرة؟ عشان ده يبقى اسمه تدخل حكومي في الشأن الرياضي، واللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم ساعتها يعاقبوا الكرة المصرية بعقوبات وايقاف، لانه طالما جمعية عمومية وانتخابات يبقى لازم يمشي بانتخابات او بايه؟ باستقالة. يبقى احنا ما قدمناش غير انه اتحاد الكرة ده يستقيل. هل هيستقيل؟ اشك. ليه اشك؟ عشان فكرة التمسك بالكراسي، التمسك المحموم بالكرسي، كأني حموت لو فقدت الكرسي، مع ان المفروض انه المناصب دي بتاعت اتحاد الكرة دي مناصب تطوعية لخدمة الرياضة وخدمة كرة القدم المصرية، فلما الاقي ان انا مش قادر اخدم الرياضة المصرية وباخد قرارات متخبطة والنتيجة اخفاق، امشي امشي ما فيهاش حاجة، بالعكس ده انا لما امشي هكسب احترام الكل، بدل ما بقائي هيخليني كل يوم اكسب كراهية الكل. انا بقوله بنية صافية ونصيحة مخلصة محبة، استقيلوا يرحمكم الله، هتكسبوا احترام الناس والناس هتتأكد ان انتوا مش متمسكين بالكراسي على حساب مصلحة الكرة المصرية، ما فيهاش حاجة ما فيهاش حاجة. ده رأيي المتواضع ولكم رأيكم واحترمه. واحد من نجوم الكرة المصرية، فاكهة الكرة المصرية، واحد من اللي امتعنا سنوات وسنوات وسنوات، رمز الكرة الاسماعيلية، الكابتن علي ابو جريشة. مساء الخير يا ابو الكباتن. مساء النور اخ تامر، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ ان شاء الله اكون بخير. الله الحمد لله تامر، الحمد لله الحمد لله. رأيك ايه في اللي بيحصل بالنسبة لمنتخب مصر والتخبط في القرارات اللي حاصل من اتحاد الكرة يا كابتن علي؟ يعني طبعا يعني واضح انه في غياب للرؤيه، مفيش رؤيه، غياب الرؤيه ونقص الخبره كمان. أيوة. لانه يتعامل مع مدرب ايهاب جلال وبجيبه في خلال، انت اكيد لما اخترت ايهاب عملت يعني خدت راي المجلس، وقيل ان المجلس بالكامل يعني كان في قبول من المجلس بالكامل. ثانيا ان ايهاب مدرب شاطر، ما هوش وحش، بس هو جاء في ظروف قاسيه. تمام. يعني جاء في ظروف صعبه، واللي حصل طبعا بعد كده يعني ما اعتقدش ان تدار العمليه بالطريقه دي، ان انا رايح العب ماتش وبعدين اعرف وانا في الماتش إن او رايح الماتش انه ان انا بعد الماتش ده ماشي وبيدوروا على مدرب تاني، شعور اللعيبه، احساس اللعيبه، الكلام ده كله طبعا ما يرضيش حد، وتخبط كبير جدا. صحيح. فيعني ما حدش يقبل هذا الكلام، وما ينفعش اتعامل مع مدرب كفء مصري بصرف النظر عن انه ما كانش موفق. ايوه كلنا زعلانين، ماتش غينيا، ماتش اثيوبيا بالذات كلنا، لكن يعني عايز اقول حاجه تستمر، انه ان الفتره اللي مسك فيها ايهاب درب ثلاث تدريبات، يعني هو درب ثلاث تدريبات قبل المباراه. صح. بتاعت غينيا وبعد كده، فالعمليه يعني صعب ان انا اجيب واحد وعارف ان هو من افضل المدربين المصريين
واديله الدفعه وبعدين اهزه تاني، لان ده بيعكس انه المدرب المصري هيبقى دايما في الخانه، في خانه مش حلوه. صح صح. فانا انا 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 2005 كنت في لجنه مع كابتن طبعا الله يرحمه كابتن عبد الصالح الوحش، وربنا يديله الصحه الشيخ طه وعبد قبيل، ويعني جاء في الوقت ده جبنا حسن شحاته. ايوه حسن شحاته كان بيدرب المقاولين درجه ثانيه، ما كانش في دوري ممتاز. مظبوط. لكن الناس سندت حسن ووقفت معاه والدنيا مشيت وكده، فيعني ما ينفعش ان انا اشوه بقى فيقول لا خبرته ايه، ده عمل ايه، اصل ده ما لعبش. يعني ما ينفعش كده ان شرك في راجل انا شايفه مدرب شاطر جدا ومجتهد، وجا اشتغل معانا السنه اللي فاتت في الاسماعيلي. مجتهد وبيشتغل على نفسه كويس، يعني النوع اللي بيسافر باستمرار، بيطلع باستمرار، بيسال الراجل. يعني معلش هو جه في ظروف صعبه، وحتى انا بقول ان برضه خساره الاهلي في ماتش الوداد جت بالسلب على المنتخب، لانه اللعيبه جت حتى يعني نفسيا مكسوره، يعني نفسيا مكسوره. وما كانش يقدر في الوقت ده حسن ايهاب جلال يعيدهم. صحيح. فبالتالي هو تدارك الامر بعد نص ساعه، وبعد الجول الثاني سحب الثلاثه اللي كانوا بيلعبوا المباراه، فكان واضح ان هم برضو مش في احسن حالاتهم الذهنيه. صح صح. فيعني لازم نقول بس هي المشكله يا كابتن علي، المشكله يا كابتن علي انه المعلومات اللي عندنا بتقول انه اثناء التصويت لاختيار المدير الفني ايهاب جلال، لا ما كانش بالاجماع، ده كان في اعتراض شديد من حازم امام محمد بركات، اللي هم الاثنين بالبلدي كده الكويره اللي موجودين في المجلس، درجه حتى ان هم انسحبوا من الاجتماع وما حضروش الحفل بتاع اختيار ايهاب جلال وتوقيع العقود، فكان في اعتراض. هو المفروض لما يكون عندي اللي اتقال لنا انه بالاجماع، يعني اللي جاء بعد كده لما اتقال قال لا كله بالاجماع، هم ادوا صوتهم وبعد كده لا هم حبوا يغطوا بس على المشكله اللي حصلت. لكن نفس الشيء تامر، يعني نفس الشيء مع كيروش. صح. كيروش انا قيمته ايه؟ على ضرب الجزاء ما جاتش، الراجل اشتغل، وانا من كنت المدعمين ليه برضه، وبقول الراجل ده بيشتغل صح وماشي كويس، وكان خطا جدا رحيله. طبعا صح، لانه ماشي كويس، وفي خلال 6 اشهر اللي قعدهم او 7 اشهر عمل شيء، قدم وجوه جديده لمنتخب مصر. مظبوط. وانا شخصيا حسيت بيه، وحسيت قلت الراجل ده بيعمل حاجه جميله جدا، بيجدد دماء منتخب مصر. مظبوط. واشتغل، وبعد كده اتقال عليه لا لازم يمشي اصلا. طب ليه؟ عشان ضربه جزاء ضاعت؟ يعني لو جت وكسبنا كنا بقى مدرب فز، كان بقى بطل. يعني هي مش معقوله بالنتائج اقيم الدنيا، انا اقيم بالاداء. صح. بالاداء بشوفه على مدى، على فتره بشوف، بديله مساحه، لان انا شايف ان ايهاب جلال ما خدش المساحه ان هو حتى يتعامل ويدرب الفرقه بشكل كويس، ولا يديهم تعليمات، ولا يتالف مع المجموعه. طب وانت دلوقتي يا كابتن علي زي ما قلت، بعد التصريحات اللي سمعها ايهاب جلال والناس كلها مشجعي كره القدم المصريه سمعوها، ينفع ايهاب جلال يكمل؟ يعني ما دي راجعه لإيهاب، لكن لازم يكون في رد اعتبار، لانه يعني ما يصحش طبعا يبقى تصرف بالكلام ده. ده دليل برضو ان ما فيش متحدث رسمي كفء موجود في الاتحاد. صح. كان المفروض مع كل التقدير للمجموعه لازم يبقى في متحدث رسمي فاهم في المواقف دي يتعامل ازاي ويتصرف ازاي، وعنده خبره كبيره ويقدر يتعامل ويمتص الغضب ازاي. كل ده لازم يكون في متحدث رسمي. صح. لان ما ينفعش ان مسؤول يطلع يتكلم وبعد كده يقول لك انا ما قلتش، لا، في متحدث رسمي يقدر يتعامل مع المواقف دي ويقدر يتكلم بشكل يعني مقنع جدا، وبالتالي الناس يعني تقدر تستقبل كلامه يعني، لكن بالطريقه دي وارجع في كلامي، دي عمليه محرجه وعمليه صعبه جدا. المشكله دلوقتي يا كابتن علي، المشكله يا كابتن علي دلوقتي ان النتيجه اللي حاصله دلوقتي انه الجمهور والاعلام فقد الثقه في الجهاز بتاع المنتخب، وفقد الثقه كمان في اتحاد الكوره. والله يا تامر انا عايز اقول حاجه، انه عمر جمهور الكوره بامانه ما كان راضي على الجهاز، يعني ما كانش راضي عن كيروش وتهاجم كتير، وما كانش راضي عن كوبر، وكوبر ودانا كاس عالم. صح. وكان بيتهاجم من اول يوم. عشان اكون منصف، انا متابع الاحداث دي كلها، وانا بقول حتى ايميها كنت واقف مع كوبر يا جماعه استنوا، الراجل شاف مشكله
بيتعامل ارسو بيدافع. طيب ما هو بيدافع ليه؟ لانه اول ما جه واتفرج على منتخب مصر اخر مباراه كنا مغلوبين 5 من غانا. صح، 6 او 6 من غانا. صح. فالراجل لقى في مشكله ورا فبيتعامل معاها. مظبوط. الجوان انا ممكن، انا مش هقول اللعيب تجيب جون ازاي، انا بديله، لكن اقدر اقفل ازاي واقدر الم المشكله اللي عندي ورا ازاي. برافو عليك. فبالتالي برضو اتهاجم كوبر لغايه ما ودانا كاس عالم ولعبنا نهائي افريقيا برضو. صح. كيروش وصلنا نهائي كاس افريقيا وما اتغلبناش ماتش رغم الظروف، وبتلاعب فرق تقيله عنك. صح. يعني 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 خبرات فالراجل، ومع ذلك برضو التقييم ما كانش موضوعي وما كانش مظبوط. لو في تقييم موضوعي لكيروش كان كمل، للوضع الطبيعي الراجل ده كان يكمل. طيب دلوقتي انا سؤالي دلوقتي ليك يا كابتن علي، لو انت مسؤول دلوقتي في اتحاد كرة او صاحب قرار، تخلي ايهاب جلال يكمل ولا ترجع كيروش ولا تدور على مدير فني جديد؟ لا ادور على حد جديد. لا يعني ادور على حد جديد. لا انا كان نفسي طبعا ان كيروش يكمل في البداية. لكن مدام الامر نفس صعب جدا، لازم النهاردة ادي المساحة وادي الفرصة للمدرب الوطني، لازم اديله، انت خدت قرار لازم يبقى فيه اعتذار، ولازم اديله واديله صلاحية، والا انت هتفقد بعد كده اي مدرب مصري هيخاف ومش هيبقى محل ثقة بالنسبة للجمهور مصر كله. ده كلام مظبوط. يعني كلام لازم مزبوط. تدعم المدرب المصري، ليه ما دعموش؟ كلام يعني احنا حسن شحاته قلت كان بيدرب المقاولين، كان المقاولين درجة تانية. صح. والناس كلها وقفت ورا حسن شحاته، اخد 3 مرات بطولة افريقيا في حدث صعب يتكرر ثاني. هي بس الواقعة بتاعت اثيوبيا دي يا كابتن علي اللي يعني وجعتنا قوي قوي قوي، يعني لا ده شكل طبعا. ولا ده طبعا. اداء ولا دي صورة كرة المصرية طبعا، ولا اي حاجة ولا اي حاجة. صح. لكن بتحصل تامر، بتحصل في الماتشات، بتحصل. يعني البرازيل في النهائي كاس عالم اتغلبت 7 من المانيا في ملعبها قبل النهائي. صح. صح. عندك يعني حق. اقول ايه، عندك حق. فبتحصل في دروب، بيحصل وكده. هل البرازيل فرقه تموت بقى وما تلعبش كوره تاني؟ لا يعني. صح. الامر ده بيحصل في الكوره، لكن لازم عندنا ثقه، لازم يكون عندنا في خبره جوه الاتحاد تعرف تدير العمليه الفنيه بشكل. هي دي بقى يعني مربط فرس يا كابتن علي، ان يبقى في رؤيه وخبره ولجنه جوه الاتحاد طبعا بتدير، مش بهذا التخبط. طبعا طبعا. لكن انا السوشيال ميديا مش حت مش حت مش هتمشي مش هتمشي كوره في مصر. الله يفتح عليك. السوشيال ميديا ما ينفعش تمشي كوره في مصر. ده بيعمل، لا مش ده اللي هيمشيني. برافو عليك. صح. انا اللي بقود العمليه كاتحاد، وعندي رؤيه وعندي حجه وعندي كل الكلام ده، انما كل ما اسمع كلام بهجوم على فلان اقوم الحق اشوف احسن الناس بتهاجمه. طب يعني ما ينفعش كده. طب وبسرعه كده، ايه رايك في رحيل موسيماني؟ رحيل موسيماني يعني اعتقد هو استنفذ كل حاجه عنده. ان انا شايف اداء الاهلي بامانه يعني في المشوار الافريقي بالذات كله ما كانش كويس. تمام. يعني المشوار الافريقي انت اتغلبت من سان داونز رايح جاي. رايح جاي وبناطق خدتها من في الماتش الرابع عندك في القاهره. صح. يعني برضو انت لعب الفرقه الوحيده اللي لعبت 4 ماتشات في القاهرة. صح. الاهلي لما لعبنا المريخ هنا مرتين. خدت العشرة بونت خدناهم من الهلال والمريخ. المريخ. فمع كل تقديري طبعا وكده، لا يعني انا شايف انه هو الاهلي اضاف له كتير. هو كان محظوظ جدا انه درب فرقة عندها وعي وعندها ادارة وعندها تاريخ وعندها جمهور، يعني عنده كل حاجة. ما فيش حد بيروح الاهلي بيفشل. هو ما فشلش للامانه، هو الراجل ما فشلش. أيه. ولكن انا شايف، انا بحكم بقى كراجل على الاداء الفني والمستوى، لا مش هو. وصلت الرساله، شكرا جزيلا. واحد من نجوم الكره المصريه ورمز الكره المصريه والاسماعيليه كابتن علي ابو جريشه كان مشرفني ومنورني في هذه المداخله التليفونيه، شكرا جزيلا كابتن علي. طيب احنا قلنا اللي يرضي ضميرنا فيما يتعلق باتحاد الكره وايهاب. انا بقول لاتحاد الكره رغم احترامي واعتزازي بكل شخص في اتحاد الكره، على فكره جمال العلام شخص محترم وصديقي، خالد الدرندلي شخص محترم وصديقي، حازم امام وبركات اتنين طبعا لا غبار عليهما، ابو الوفا والرفاق، كل الناس لهم كل الاحترام. لكن احنا بنتكلم على ان التخبط اللي حصل وبيحصل ده خلى جمهور الكره يفقد الثقة في
الرؤية والإدارة الحكيمة لاتحاد الكرة. عشان كده لما بقول لهم استقيلوا، أنا رأيي إنه أفضل. والله لو الجمعية العمومية عايزة تجيب حد تاني، لا يبقى ده رغبتها، لكن ما تحسسناش إن أنتوا ماسكين قوي قوي في الكراسي، لأن ده مش صح، مش صح. طيب تعالوا نروح لحاجة من الحاجات اللي مشرفانا ورفع راسنا دايما، وهي منظومة الرقابة الإدارية، هيئة الرقابة الإدارية في مصر. الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية افتتح اليوم الدورة 9 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدورة 13. والحقيقة إنه الفعاليات فيها اعتماد تقرير استعراض التنفيذ من أعمال دورة 13، وحتتم مناقشة آلية تبادل المعلومات والممارسات والخبرات المكتسبة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. أنا ليه بقول لكم إنه من الكيانات اللي مشرفانا الحقيقة ورافعة راسنا هي الرقابة الإدارية؟ لأنه بخلاف إن أنا حضرت كتير من الفعاليات اللي بتنظمها الهيئة وعارف شغل الهيئة اللي متواصل على مدار الساعة الحقيقة في مكافحة الفساد والحرب ضد الفساد في مصر، لا كمان شفت كيف ينظر لهذه الهيئة ولعملها ولرجالاتها ولقيادتها من كثير من الدول الآسيوية والأفريقية اللي جمعت بينا اجتماعات وفعاليات ومؤتمرات، وقد ايه بيقدروا هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها صرح لمكافحة الفساد وللنزاهة وللشفافية في مصر وفي افريقيا وفي اسيا. الحقيقة شيء محترم جدا، ويدعو لي ان نفخر بوجود هذا الكيان على ارض مصر. كل التحية لرئيس هيئة الرقابة الإدارية وكل الزملاء العاملين فيها. طيب تعالوا نروح لوثيقة ملكية الدولة. النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع موثق مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالنواحي القانونية والنواحي الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المتعلقة بإنشاء منصة حوار لوثيقة ملكية الدولة. والحقيقة ان في ناس كتير وانا منهم كان لما طرح هذا الموضوع ما كناش فاهمين يعني ايه وثيقة ملكية الدولة، ملكية الدولة لايه، والدولة تملك ايه، واحنا بنملك ايه. ما هو الطبيعي انه احنا كلنا شعب يملك هذا الوطن والشركاء في هذا الوطن وننتمي لهذا الوطن. لكن الامور طبعا انتم عارفين الاقتصادية والاستثمارية بيبقى ليها دايما تأصيل وليها عقود وليها امور لها علاقة بالاسهم والسندات والمش عارف ايه وكلام كتير كده، بقى غير المتخصصين امثالنا كده ما يبقوش فاهمينه قوي. عشان كده الاجتماع النهاردة كان جلسة حوار مجتمعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضروا مجموعة كبيرة وكوكبة من الشخصيات العامة والمتخصصين اللي حضراتكم شايفينهم عشان خلق منصة الحوار حول وثيقة ملكية الدولة. عشان نفهم اكتر ليه الجلسة النهاردة وعشان نفهم اكتر يعني ايه وثيقة ملكية الدولة، معي على الهاتف الاستاذ احمد كوجك نائب وزير المالية. مساء الخير يا احمد بيه. مساء النور يا كمال بيه، وسعيد اكون مع حضرتك النهاردة. السعادة والشرف ليا يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا، وارجو ان حضرتك تساعدنا كده وتدينا درس خصوصي سريع يعني ايه وثيقة ملكية الدولة، والمواطن ممكن يفهم عنها ايه، وكلنا هنستفيد منها بايه. لا اولا شكرا لحضرتك النهارده، يعني استكمالا لمقدمه حضرتك، دوله الرئيس كان بيسلق يعني الوثيقه بشكل المسوده الوثيقه عشان نبقى ادق. أيوة. بشكل مبدئي قدام المجتمع المصري وقدام الفئه اللي بتخاطبها الوثيقه دي بدرجه اكبر، وهم الخبراء الاقتصاديين ومجتمع رجال الاعمال ومجتمع الاعمال بشكل واسع، عشان نتفق على اطار انه خلال شهرين ثلاثه جايين يتم التفاعل، يتم الحوار، يتم المناقشات، يتعكس اولويات مجتمع الاعمال، المستثمرين المحليين والاجانب، المستثمرين الصغار والكبار يعكسوا اولوياتهم، بحيث ان الوثيقه دي وبرنامج المرتبط بها واللي هشرحه خلال دقائق يكون توافقي، يكون بيعكس اولويات الدوله. احنا الفكره كلها ان القطاع الخاص يبقى اكثر شخصيه، اكثر قدره على انه يخلق فرص عمل، ان هو يقدر يخلق للمواطن بيسمعنا دلوقتي فرص عمل افضل، فرص عمل انتاجيه، يقدر يبقى عنده قدره ان هو يحسن من مستوى
دخول الموظفين والعماله الاداريه، يعني كل الاهداف الجميله دي. الوثيقه دي ببساطه ايه اهميتها، وليه احنا النهارده بنترك هذا الاصلاح الضخم؟ انه في الاخر الدوله زي اي دوله بيبقى ليها دور وادوار محدده، والقطاع الخاص الشريك الاساسي في هذا الوطن بيبقى له ادوار، وساعات كتيره عشان الدورين دول يكتملوا ويكملوا بعض وادوار مكمله وادوار فيها تنسيق كبير، محتاجين يبقى عندنا وضوح للادوار دي، ووضوح ازاي نكمل بعض وازاي نشتغل مع بعض في الاخر لصالح شعبنا ونفسنا. فالوثيقه دي بتلعب دور كبير في هذا الاتجاه، بتلعب دور انها بتقول انا كدوله وفقا لمعايير دوليه ووفقا لمؤشرات وتجارب دوليه ووفقا لاولوياتنا كدوله ووفقا لحاجات كتير قوي، بتقول انا النهارده ناويه اعمل ثلاث اربع حاجات. ناويه اولا في بعض القطاعات اللي انا شايف ان القطاع الخاص يقدر يقوم بالدور افضل مني كدوله او بشكل في كفاءه اكتر مني كدوله، هديله مساحه كبيره فيها، هتخارج حتى من هذه القطاعات، هقلل دوري فيها بشكل كبير. وفي قطاعات انا هفضل موجود فيها بس دوري ممكن يبقى اقل من ما كان في السابق، وممكن في قطاعات هفضل موجود فيها بالعكس دوري هيزيد. صح. طب ده ايه اهميته؟ ليه بنعمله؟ بنعمله عشان القطاع الخاص الطرف الاخر الشريك اللي معانا يبقى عنده وضوح وعنده رؤيه واضحه ويعرف يخطط. صح. يعرف يبقى عارف. وكمان لو سمحت لي يا احمد بيه انه ده ياتي بناء على تغير الزمن، يعني القطاعات والخدمات اللي كانت بتقدم سبعينات وثمانينات وتسعينات وكانت مسؤولية الدولة، الزمن تغير دلوقتي واصبح الدولة بقى ليها ادوار تانية وليها ادوار تنظيمية ورقابية واشرافية، والقطاع الخاص ممكن يخش في الحاجات اللي كان ممنوع الدخول فيها زمان. 100% يا فندم، 100% كام حاجة صحيح 100%. وكمان خلينا نقول انه يعني مش بس الضرورة انه القطاع الخاص لما يلعب دور اكبر في بعض القطاعات انه بالضروره يبقى بديل، يعني ساعات كتير نار دوله رئيس الوزراء في المؤتمر لو الناس يعني كان متابعه هذا الحديث كان بيتكلم انه ممكن جدا الدوله تقرر انها تفضل صاحبه الملكيه بس تدي اداره الاصل او اداره النشاط دوت للقطاع الخاص. صحيح. يعني ممكن تفضل انت مالك مثلا، خد مثل عندك بعض مثلا فندق تاريخي او فندق ذات قيمه عاليه. مظبوط. ممكن جدا الفندق دوت يبقى انت تظل مالك، وممكن تدي القطاع الخاص اداره كامله ليك. انا بضرب كمثل. صح صح صح. ففي ادوار كثيره نكمل فيها بعض. فالوثيقه فكرتها انها تدي رؤيه دي للدوله، تدي رؤيه للمستثمرين المصريين قبل الاجانب، لكن الاثنين مهمين، بتدي وضوح رؤيه، وكمان بتكمل على الرؤيه دي. هي مش بس موضوع هنبقى في ايه ونخرج من ايه ونتواجد في ايه، بتقول كمان انا كدوله دوري كرقيب بقى. ايوه. دوري كمشرع مهم جدا. طب انا ناوي اعمل ايه؟ ناوي ازاي اضمن انه انا هيبقى عندي حياديه، ان انا هيبقى عندي ادوار رقيب مستقل وقوي، ما بقاش انا مثلا في بعض القطاعات انا يعني كجهه اداريه عندي دور رقيب ودور كمان تنفيذي، ازاي افصل الادوار دي؟ بتتكلم على ازاي انا اقوي دور جهاز المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه وباقي الاجهزه. بتتكلم حاجات كتير قوي ببساطه وبلغه بسيطه، فكرتها ببساطه ان احنا ازاي كشركاء في المجتمع ده ننظم عملنا مع بعض وننسق عملنا مع بعض عشان احنا الاثنين دوله ومؤسساتها وقطاع خاص وكياناته نشتغل مع بعض عشان خاطر في الاخر المواطن المصري يقدر يلاقي فرصه عمل افضل. تمام. ومستقبل افضل. ده كلام محترم، بشكرك شكرا جزيلا يا احمد بيه على هذا التعريف البسيط كده للقصه، وان شاء الله يتاح من حضرتك وقت تشرفنا ونتكلم باستفاضه عن هذه الوثيقه وما يمكن ان تعود به على الاقتصاد بتاع الوطن واقتصاد الدوله واقتصاد المواطنين كمان. شكرا جزيلا السيد احمد كوجك نائب وزير المالية. نروح دلوقتي الى وزارة الداخلية اللي بتتبع السياسة اللي انا كلمت حضراتكم عنها الاسبوع اللي فات واللي انا شخصيا مؤمن ومشجع ليها جدا، سياسة الابواب المفتوحة. هذه المرة سياسة الداخلية في الابواب المفتوحة بتخليها تفتح ابوابها امام
أشقائنا وأصدقائنا من جمهورية جنوب أفريقيا، وفد من وزارة الداخلية ووزارة الخدمات التصحيحية في جنوب أفريقيا، زاروا مركز الإصلاح والتأهيل بوادي نطرون عشان يشوفوا المستوى اللي وصلت إليه مصر في رعاية النزلاء عندها. مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة منشآت متطورة وبرامج إصلاحية واجتماعية لتأهيل نزلائها وفقا لأعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأصبحت تلك المراكز وجهة لزيارات محلية ودولية للاطلاع على هذه البرامج وتلك المنشآت. فقد استقبل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وفدا من ممثلي وزارتي الداخلية والخدمات التصحية المعنية بإدارة مؤسسات الإصلاح والتهذيب بجنوب أفريقيا، حيث تفقدوا خلال الزيارة عددا من منشآت ومرافق المركز، في المقدمة منها المركز الطبي وتجهيزاته المتطورة. وشملت الزيارة مبنى التأهيل الفني والتعليم المهني الذي يضم فصول تعليمية وهوايات ومشغولات يدوية. كما تفقدوا عددا من المرافق المستخدمة في تأهيل وإصلاح النزلاء، منها مصانع الأساس ومناطق الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني. البرامج المطبقة داخل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون تهدف لإعادة دمج النزيل في المجتمع مع الالتزام بالضوابط والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. وفي سياق متصل وتأكيدا على أهمية الدور الريادي لمصر والحرص على دعم أشقائها في كافة المجالات الأمنية، وقد استقبل قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وفدا من وزارة الداخلية السودانية للاطلاع والاستفادة من التجربة المصرية المتصلة بإدارة المؤسسات العلاجية الشرطية. تفقد الوفد خلال الزيارة عددا من المراكز الطبية التابعة للوزارة، من بينها المجمع الطبي بالقاهرة الجديدة، مستشفى مدينة نصر، ومركز هيفن للعلاج الطبيعي بمدينة 6 أكتوبر. وقد أثنى الوفد على التجهيزات الطبية الكبيرة الموجودة بتلك المراكز والتي تعد صروحا طبية متميزة، وكذا الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية والتي تقوم على توفير الرعاية الصحية داخلها بشكل عام. يعني كل اللي شفناه بصراحة على مستوى عالي وعالمي ومواكب ومتطور من كل النواحي، بالذات العنصر البشري، سبل التشخيص والعلاج في المستشفيات وزارة الداخلية المصرية. ونشكرهم شكر جزيل على كرم الضيافة والاستقبال وعلى إتاحته لنا أننا نطلع على كل التجارب إن شاء الله، والتي إن شاء الله سنستفيد منها كثيرا. شاكرين ومقدرين للاهتمام البالغ لإخواننا في وزارة الداخلية المصرية، وإن شاء الله إحنا عازمين نحو مزيد إن شاء الله من التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم إنساننا في البلدين الشقيقين إن شاء الله. زيارات تأتي تأكيدا على تدعيم أواصر التعاون في كافة المجالات ذات الصلة بالعمل الأمني مع الدول العربية والشقيقة، والرغبة في الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل.
النهارده تابعنا جميعا صباحا افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع الانتاج الالباني والحيواني في مدينه السادات، واللي الحقيقه المشاهد اللي شفناها والكلام اللي سمعناه والشرح اللي سمعناه عن الانتاج اللي هيطلع من هذا المجمع باذن الله كلام مبشر جدا جدا وجاي في وقته، لانه انا قلت لكم قبل كده انه اي دوله لازم عشان تقف على حيلها في الاوقات العاديه، ما بالكم بقى في اوقات الازمات اللي احنا فيها دلوقتي بسبب الصراع الدولي والحرب الروسيه الاوكرانيه، اي دوله عايز تقف على حيلها لازم بفكره الانتاج، لازم الانتاج المحلي يزيد في كل القطاعات. طبعا ما فيش اهم من قطاعات الاكل والشرب والانتاج الحيواني والالباني اللي المفروض بتدر دخل وبتدر انتاج وبتدر خدمات في كل المجالات. والحقيقه فكره الانتاج الحيواني والالباني انا شخصيا يعني دايما متحمس ليها، لانه انا بشوف فيها الخير. يعني اي مزرعه انتاج حيواني وتربيه مواشي واغنام وانتاج البان ومنتجات الالبان من جبنه وزبده وقشطه وما الى ذلك، بشوف دايما ده فيها خير. والحقيقه يعني انا ليا اصدقاء كتير بيشتغلوا في هذا المجال، والحمد لله الحمد لله ربنا فتح عليهم وموسع عليهم، ونفسي يبقى ده توجه شبابي كمان. اتمنى من كل قلبي انه الشباب اللي لسه طالع، سواء بقى متخرج من الجامعات او المعاهد او من الدبلومات او حتى بالثانويه واقل، فرص الشغل كتيرة، ومش لازم تبقى رجل اعمال معاك فلوس كتير عشان تبدأ مشروع صغير. يعني مثل هذا المشروع، مع طبعا الفارق احنا بنتكلم هنا على ان ده مشروع الدولة اللي عاملاه، فمشروع ضخم وكيان ضخم ومرصود له ميزانية كبيرة، وزي ما انتوا شفتوا في الشرح النهاردة بسم الله ما شاء الله على مساحة كبيرة، والانتاج فيه هيبقى غني ووفير. بس انا بتكلم كمان على مستوى ان انت تقدر اي شاب صغير يقدر يبدأ مشروعه ببقرة، بجاموسة، بمعزتين، بكذا، بس يبدأ ويشتغل ويقول انا هشتغل واكبر وهاخد هاكل عيشي من عرق جبيني زي ما بيتقال. والله هتلاقوا الاسر المصرية تحولت الى اسر منتجة، وما عندناش شباب عاطل. مش هيبقى طبعا دلوقتي عندنا شباب عاطل، بس انا قصدي مش هيبقى لما يتحقق اللي انا بقوله ده، مش هيبقى عندنا شباب عاطل. احنا عندنا الارض وعندنا التربة وعندنا الخير الحمد لله، يبقى بس ان الناس تبقى عايزه تشتغل، ومحدش يقعد يفسحك ويقول لك لا اصل الشغل صعب وفرق. ابدا بس وبحاجه صغيره، كل اللي بداوا كبروا بداوا بحاجه صغيره. انا واحد صديقي شخصيا دلوقتي عنده بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله في وادي النطرون مزرعه ضخمه فيها حوالي 1200 راس ماشيه من البقر والجابوس وما الى ذلك. كان بادي بعشرة، انا كنت حاضر معاه البدايات من كام سنه، كان بادي بعشرة، راح خد قرض من البنك واشترى 10 ابقار واشتغل بيهم، العشرة بقوا 20 والعشرين بقوا 50 والخمسين بقى كذا، وصل دلوقتي بسم الله ما شاء الله الالف من رؤوس الماشية، وحالته دلوقتي اللهم صل على النبي. ابدأ واشتغل، انت هتستفيد والبلد كلها الانتاج فيها هيزيد، البلد اقتصادها يقوى لما نبطل نعتمد على الخارج. الناس اللي بتتكلم دلوقتي افتحوا لنا الاستيراد، طب ما بدل، انا عارف ان الاستيراد فيه بعض الحاجات الاساسيه اللي لازم تخش زي مستلزمات الانتاج، بس واحنا مركزين قوي مع الاستيراد كده، طب ما تركزوا مع فكره الانتاج. التصنيع المحلي والانتاج المحلي هم العصب اللي يقوم اي دوله، من غيرهم هتفضل معتمد طول الوقت على اللي بره، واللي بيعتمد على اللي بره ما بيسلمش. قبل ما اوديكم للتقرير عن افتتاحات السيد الرئيس النهاردة، هتوقف قدام التصريحات اللي قالها الرئيس النهاردة خصوصا فيما يتعلق بموضوع الكهرباء. ومش عايز اقول لكم النهاردة ساعدت قد ايه بالكلام اللي قاله الرئيس النهاردة عن فكرة تأجيل رفع اسعار الكهرباء تخفيفا على المواطن. خدوا بالكم القرار ده قرار صعب قوي، قرار صعب على اي مسؤول قوي انه ياخده، اللي هو قرار تأجيل رفع الأسعار. المنطق والأوضاع والأزمة والضغوط تقول إنه رفع الأسعار بتاع الكهرباء ده شيء واجب، ليس منه بد. ما أنا مش أنا، لو أنا اللي بنتج الكهرباء دي كان يبقى سهل، بس المشكلة إن أنا بنتج كهرباء بناء على مدخلات تانية، المدخلات التانية دي كلها غليت عليا.
ومش انا السبب، الاوضاع العالميه، وده حصل في كل دول العالم اللي تاثرت زينا. اوروبا واقوى الاقتصاديات متاثره وبتترنح وبتتقوى، وفي شعوب في اوروبا بتعمل مظاهرات بسبب ان هم مش مصدقين رفع الاسعار اللي حصل عندهم. فالطبيعي ان كان يحصل رفع لاسعار الكهرباء، والحقيقه ان انا كنت متوقع ان ده يحصل ما بين يوم والتاني. عشان كده بقول لكم النهارده قد ايه سعدت ان الرئيس طلع وقال انا مقدر الحال اللي فيه الناس، وشايف معاناة الناس، وحاسس باوجاع الناس. عشان كده بقول لكم انه قرار صعب قوي قوي اللي خده السيد الرئيس النهارده بتاجيل رفع اسعار الكهرباء. ده معناها ان الرجل بيدير وبيحكم مش بس بالعدل وبالمنطق، لا كمان بالقلب وبالإنسانية، ودي نقطة مهمة جدا لو افتقدها اي حاكم او اي رئيس يخسر كتير وشعبه يخسر كتير. فالحقيقة انا بشكر السيد الرئيس والدولة على الحكمة والمرونة والإنسانية في التعامل مع صعوبة وقسوة الاوضاع ومحاولة التخفيف على الناس، خصوصا الطبقات اللي مش قادرة تتحمل اعباء الأزمة الاقتصادية الطاحنة العالمية. تقرير. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بالسادات، بجانب افتتاح مجموعة من المشروعات الخاصة بالإنتاج الحيواني في المحافظات. وشهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي بعنوان حلم جديد، الذي استعرض جهود الدولة المصرية المختلفة في مجال تأمين الإنتاج الحيواني، ومنها مشروع مجمع الإنتاج الحيواني في السادات. احنا دخلنا المسارات ديت أو الصناعات دي متأخرين شوية، يعني صناعة اللحوم دي صناعة، مش يعني مش 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 تربية، يعني زي ما الناس متصورة إن هو بيأكل راس ماشية وخلاص، لا دي صناعة يا جماعة، صناعة متكاملة جدا جدا، وتكلفة إقامتها وتكلفة تأهيل الناس إنها تشتغل فيها بتاخد وقت. إحنا كنا بنتكلم في 1,000,000 راس، ومن في خلال 6-7 سنين اللي فاتوا كل اللي جه 71,000 راس. وحسبنا افرز رقم بسيط قوي ومتواضع، وانا بقوله للدوله وبقوله لنفسي، لما تيجي تكلم 100,000 راس منهم 5 مليار جنيه، انا بقول كلام مظبوط مش كده؟ طبعا. ايه 5 مليار جنيه دول؟ فاهم يا وليد؟ اه اتفضل. ال 100,000 راس وزير الزراعه يقول لي مش الهدف منه يعني هو الهدف منه الناس يعني. ولما اتكلمنا في موضوع ان احنا ندي فرصه، انت كلمتني في حوالي 3 مليون راس ماشيه غير الماعز وكده، يعني انا بقول تاني، اوعى تفتكروا الحلم ان انا يبقى عندي الكلام ده كله عباره عن كلها سلالات. انت ممكن تقول لي هعمل لك برنامج في 10 سنين مش كده يا دكتور مصطفى؟ لا مش هينفع، مش كده مش هينفع 10 سنين. طب ازاي؟ ما اعرفش. بكل صراحه يعني افضل مننا ولا حد يزعل من كده؟ ها لا بجد يعني مش هنزعل ان احنا نقول القطاع. وعشان كده دايما كلامنا، وانا باكده معاكم دلوقتي، النهارده اديكم انتوا شفتوا الحاجه اللي بتتعمل. لما اطلقنا 1,000,000 راس، عقبال ما وصلنا لان احنا نوصل لان احنا نفتتح المزارع ديت، خدنا اجراءات كتير، بس الاجراءات الكتير دي بالهدف منها ان احنا بنتكلم في صناعه. يعني ايه في صناعه؟ يعني لو النهارده الدوله المصريه جت عليها وقت وان شاء الله ده يحصل، وحبت يبقى المنتج بتاعها طبقا لمعايير افضل معايير صناعه اللحوم في العالم، هيبقى متحقق هنا. كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان في مدينة السادات، واستمع إلى شرح تفصيلي حول المجمع ومكوناته وكيفية إنشائه وتوفير المياه داخله، فضلا عن المحطات والمباني المختلفة داخل المجمع. يعد مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات في محافظة المنوفية، والمنفذ في إطار توجيهات الدولة بالتعاون بين الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني ووزارة الزراعة، يتكلم
تتكون من مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة لمختلف منتجات الألبان، يعمل على توفير المنتجات بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن المصري وتحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي وإنتاج الأعلاف، والتي تنفذ من قبل شركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي وتخفيض تكلفة مستلزمات الإنتاج. أنشئ المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بالسادات على مساحة 1000 فدان، ويعمل المشروع على توفير منظومة متكاملة في مجال تنمية الثروة الحيوانية والأنشطة المتعلقة بها من أجل تعظيم العائد من نتائج ومكونات المشروع بتطبيق أحدث الطرق العلمية في تنفيذها وإدارتها. ويضم المجمع 6 مزارع فرعية ومركز علمي بيطري للأبحاث والتدريب ومستشفى بيطري ومبنى للولادة ومبنى للتلقيح الصناعي ومزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل والعود أحمد، لأنه عدنا كمان إلى أبواب الخير وطاقات الخير اللي بنحاول إن احنا طول الوقت نساهم في إخراجها من قلوب الناس لجبر خواطر الناس التانية اللي محتاجة خواطرها تكبر، سواء بمساعدة بخير بفلوس أو حتى بطبطبة زي ما احنا اتفقنا. رحبوا معايا بالصديق العزيز دكتور مصعب عرفات داعي الإسلامي اللي مشرفني ومنورني. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ مشرف ومنور، والحمد لله على السلامة بعد الأجازة. الله يسلمك. الله يسلمك، وحشتنا كتير. ربنا يعزك ويكرمك، وبشكر حضرتك يعني على اهتمامك بهذا الباب من أبواب الخير. ربنا يعزك. لا ده لا شكر على خير، مش لا شكر على واجب، لا شكر على خير، بالعكس ده كلنا يجب أن نتنافس زي ما قال ربنا كده، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن دي الأبواب اللي كلنا يجب أن نسارع لفتحها، ونشجع الناس كمان على أنها تسابق فيها إن شاء الله. والحقيقة دي فرصة مهمة دكتور كمان أن احنا نشكر الناس على كل السبق في الخيرات اللي عملوه خلال شهر رمضان وما قبله. يعني احنا كنا سبب صغير في توجيههم وإرشادهم، لكن الحقيقة طاقات الخير اللي طلعت أسعدتنا جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول الحمد لله على تمام النعمة وعلى كمال المنة. الحمد لله. بنشكر كل أهل الخير اللي ساعدوا معانا في المبادرات اللي أطلقناها في رمضان وقبل رمضان، مبادرة 100,000 كرتونة ومبادرة 1,000 بير اللي شغالين فيها برضو الحمد لله، وصلنا لأرقام كويسة فيها. ولكن من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ويا رب إن شاء الله نفضل كلنا مكملين دايما في أبواب الخير دي ولا تنقطع عننا أبدا. صحيح، لأنها صحيح. باب من أبواب الجنة اللي احنا عايزينه، يعني عايزينه مفتوح على طول، مش عايزينه يغلق. برحمته إن شاء الله ندخل جميعا أبواب الجنة. هي الفكرة هنا دكتور إنه الناس أول ما بتلاقي طريقة أولا يثقون فيها، ودي نقطة مهمة جدا، نقطة الثقة. نعم. يثقون طبعا فيها طبعا. نمرة 2 يشوفوا نتيجتها، ما حدش بيتأخر، لأن كل واحد فينا بذرة الخير موجودة جواه، بس للأسف بسبب خبرات سابقة مش عايزين نرجع لها أيام. صحيح. وحشة، يعني كان دايما الجهد غير المنظم، وكان في بعض الناس بيتلاعبوا بالقصة وبتاع، فكانت الناس بتقدم رجل وتأخر 10. صحيح. في الذهاب للخير دلوقتي. صحيح. لا زي ما بقول لحضرتك، فكرة الثقة معيار مهم جدا. طبعا الثقة زي ما حضرتك تفضلت، يعني هي تعتبر مربط الفرس في الموضوع. في ناس كتير جدا بيبقى عندها استعداد لعمل الخير، وبيبقى بيدور وعايز الجهة اللي يثق فيها، ويبقى عنده اطمئنان داخلي تام، لانه وده حقه زي ما قلنا قبل كده، ده حقه الاصيل انه يكون متأكد ان عمل الخير بتاعه، الصدقة بتاعته او الزكاة بتاعته او الصدقة الجارية عن حد عزيز عليه، بتوصل لمكانها ومستحقها الحقيقي. لان ده حقه الاصيل. والحمد لله احنا في مؤسسة باب جنة بنشتغل تحت المظلة القانونية بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي. كل جنيه داخل وكل جنيه خارج فهو مسجل ومراقب ومعروف بالظبط رايح فين وجاي منين، علشان برضو يعني دي من يعني من الجهات اللي تعتبر لا هي المتبرع ولا هي المستقبل،
تعتبر المحايد اللي في النص او الوسيط المشرف اللي يمكن ان هو يضمن للمتبرع وصول التبرع بتاعه لمكانه الصحيح. لا والاهم كمان يا دكتور طبعا مع أهمية وجود وزارة التضامن والجهات الرقابية والمحاسبية، الأهم كمان أنه كتير من الناس شافوا نتيجة فعلهم بالزبط. يعني بالزبط. الناس اللي شافت الكراتين وهي بتعبى وهي بتروح وبتتسلم للناس صحيح. والناس الحمد لله بتفطر وتتصحر وتاكل في رمضان وتنبسط الحمد لله، إضافة إلى الأبيار الكتير اللي صحيح. شفناها. يمكن كنا أجازة برنامج آخر نهار في رمضان، ولكن إحنا يعني صورنا حاجات كتير نزلت على السوشيال ميديا علشان الناس يشوفوا الشغل على أرض الواقع، لأن رمضان كان هو الموسم طبعا الأكبر يعني، ولكن فيه أيام هي نفحات زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن لله في أيام دهركم لنفحات، في عطايا ربانية بتجيلنا من أيام لأيام كده على مواسم وطالبنا فتعرضوا لها أو استثمارها بالضبط كده فتعرضوا لها يعني خد منها بقى معناها انه يعني اغتنمها حاول تغتنمها وحاول تستفيد خد منها الحاجه الحلوه صحيح بالزبط. صحيح القصه دلوقتي متعلقه ب ان احنا خدنا نفسنا وشمينا نفسنا كده وارتحنا. لا مفيش راحه في الخير إيه؟ مفيش راحه في عبور الخير طبعا طبعا هي القصه محتاجه طول الوقت التسابق طبعا. لكن الموضوع متعلق كمان بانه في رايي المتواضع انه الذكاء هو تعظيم الخير باغتنام المناسبة أو زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل رمضان كان الكلام كله بيتكلم على إن إحنا يصعب علينا قوي إن يبقى فيه فقير مش قادر يفطر أو يتسحر أو يلاقي قوت يومه فكان التركيز كله وكان أجود ما يكون في رمضان صحيح نعم. فكان التركيز كله في هذا الاتجاه نعم. الآن نحن مقبلون كل سنة حضرتك طيب والسادة المشاهدين بألف خير بإذن الله مقبلين على عيد الأضحى المبارك إن شاء الله اللي هيبقى في الأيام الأولى من شهر يوليو القادم يعني إن شاء الله فلكية أيام هي أيام فلكية بيتقال يا إما 8 يا إما 9 يوليو إن شاء الله هيبقى أول أيام عيد الأضحى وكلمة الأضحى بتفكرنا دايما بالأضحية والأضحية تعني الفداء الله الله احنا نتكلم عن الفداء بقى يعني هو خلاص هو انسب حاجه طبعا المناسبه حتمت علينا الكلام ده والله في مداخل كتير للقصه دي سيدنا ابراهيم دعا واجعل لي لسان صدق في الاخرين يعني يا رب اجعل لي سيره حسنه لغايه يوم الدين ولذلك احنا في كل صلاه بنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك وهكذا وفي كل سنة بيكون فيه المناسبة اللي بنتذكر بها دايما قصة سيدنا إبراهيم صح أنا آسف المقاطعة معلش اتفضل ربع دقيقة بس للنفع العام نعم لأن أنا بنتي سألتني السؤال ده ومعرفش أجاوبه قوي إحنا في التشهد بنقول كده زي ما حضرتك تفضلت نعم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا صح؟ نعم فبنتي قالت لي طب هو ليه التكرار ما ينفعش اقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد نعم. كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم في العالمين انك نعم. حميد مجيد نعم يعني العبره فيها حاجه اسمها نص توقيفي نص توقيفي يعني ايه؟ زي بالظبط الاذان ما كان ممكن يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وبعدين تكررها لا بس هو النبي صلى الله عليه وسلم عايز يحدد لك طريقة معينة ونص معين تقوله بالكيفية دي تمام. علشان ما تخرجش عنه تمام. زي فكرة بالضبط على الركعات والحاجات دي لكن هي مش بالفكرة المعنى لا هنا بفكرة التوقيف أقول النص التوقيف كما قال ولذلك اختلفوا في قصة تقول اللهم صل على محمد ولا على سيدنا محمد برضو فكرة فدخلوا في خلاف فيها فقهي والشافعية قالوا بقول سيدنا ولذلك أنا حصلت معايا أنا شخصيا مرة قعدت أصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان عرض علي المسألة بتاعت لفظ سيدنا يعني فأخذت القرار على إن أنا مش هقول سيدنا اللهم صلي على محمد وبعدين وأنا بصلي أول فرض كنت صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبلها عدد وبعدين وأنا بصلي فجالي هاجس كده فيه هتاف هاتف قال لي اسمه سيدنا أنا استغربت فذهبت إلى شيخي وسألته يا مولانا النص توقيفي وكذا قال لي يا ابني الشافعية قالت قول سيدنا وسنوها كمان فيا سبحان الله خلص. اللهم صل عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين السيرة العطرة دي بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم ذبح فبيسألوه يا رسول الله
ما هذه الأضاحي؟ فقال سنة أبيكم إبراهيم. نعم. فسبحان الله هي كانت السيرة الحسنة. سيدنا إبراهيم رزق بسيدنا إسماعيل على كبر. اسمح لي أقرأ الآيات الأول عشان الناس تستشعر معنا الإيه الآيات. تفضل. سيدنا إبراهيم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ربنا بشره بالغلام سيدنا إسماعيل. سيدنا إسماعيل اتربى أصلا مع سيدنا إبراهيم؟ الإجابة لا. القصة المشهورة بتاعت بئر زمزم. صح. في مكان اللي هو لا يعني ما فيهوش من أدمين زي ما مظبوط. طيب لما سيدنا يبقى سيدنا إبراهيم يعني هنا شارم. حضرتك عايز تربط كمان إنه الصلة ما كانتش قريبة قوي وما كانش فيه محروم من الوقت بالعكس ده كانوا في بعد وعطشان بقى للإيه؟ للحنان ده. صح. فلما بلغ معه السعي، لما بدأ سيدنا إسماعيل يشتد عوده ويشارك سيدنا إبراهيم في المنافع، قال يا بني إني أرى. وهنا بقى إيه شوية وقفات كده استعطاف، مالوش يا إسماعيل. صحيح. إني أرى في المنام. طب كان ممكن يقول له إن ربنا أمرني بكذا. صح. ولكن هو ابتلاء واختبار. أولا إن الله سبحانه وتعالى يأمر سيدنا إبراهيم ليس بوحي صريح ولكن في رؤية منامية، ودي الأصعب. والأصعب طبعا طبعا. ومش إنه يقتل إسماعيل بس، كان ممكن في طرق تانية للقتل. صح. لا، من أبشع طرق القتل الذبح اللي فيها الدماء وفيها الرعشة بعد كده وفيها الجسم بينتفض وفيها الصعوبات، ويقول له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، أو في رواية تانية فانظر ماذا تري. وده ملمح تربوي. الآباء والأمهات اللي بيمارسوا مع أولادهم دايما أسلوب الأمر والنهي، اتعلم من سيدنا إسماعيل. هو بيعرض عليه المسألة زي ما ربنا سبحانه وتعالى رب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة الكرام، انه بيزرع في عقيدته الاول الصح والغلط علشان هو يتصرف من هذا المنطق. مظبوط. فانظر ماذا ترى. قال، مش فقال ولا ثم قال، قال على طول يا أبتي افعل ما تؤمر. لم يقل يا أبتي اذبحني، وكأنه بيقول له افعل ما تؤمر ولو أبشع من الذبح. أي افعل ما تؤمر، نفذ أمر ربنا، نفذ أمر الله. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بيخرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. ما بيدعيش إن هو صابر ولا إن هو محتسب ولا إن هو قوي قدام أوامر ربنا. لا لا، بيقول إن شاء الله، يعني بتوفيق ربنا سبحانه. صحيح. وتعالى. صحيح. فلما أسلم سلموا خلاص لهذا الأمر، وتله للجبين، يعني تله على الجبين. لا، قبل بقى تله للجبين. وأسلمه، لأنه القصة الأولانية بس دي لوحدها فيها عبرة كبيرة ودروس لا نهائية. أكيد. أنت بتتكلم على قبل الابن، أنت بتتكلم على الأب. نعم. يعني امتثال الأب لرؤية منام. بالضبط. امتثال الأب لرؤية اختبار. منام. ايوه طبعا. لا، وما في حد، تخيل انت بالظبط، كلنا بنقول ان اهم ناس واغلى ناس عندنا يمكن اكتر من نفسنا هم اولادنا. بالظبط. نعم. فانت لما تخيل بتقول لاب اذبح ابنك فيمتثل، فده شيء. شوف فكره الايمان. ايوه، الايمان. أيوة. المطلق الصادق اللي ما فيهوش ذره شك. عشان كده ربنا بيقول ايه عن سيدنا ابراهيم؟ ان ابراهيم كان امه. الله الله. صحيح صحيح. ثم بقى بيعد الأمة. ده مش بر الوالدين، ده مش عارف اسميه ايه، اللي هو امتثال اسماعيل بقى. نعم. ده منام اب، حتى لو قال له وحي كان يبقى فيهاش كلام. تبقى بالظبط. لكن ده ممكن كان اسماعيل يرد عليه يقول له يا بابا طب ما ده ممكن مش منام، ممكن يبقى كابوس. ده ممكن يكون وحي
والواحد يعني مزمزق كده في قبول هذا الامر شويه انما بيقول له منام لكن اني ارى منام. في المنام فامتثال شديد ففيه بر وفيه طاعة وفيه إيمان. أيوة الله فيه الله. بر وفيه طاعة وفيه إيمان. نعم. فالحقيقة أنه زي ما حضرتك قلت كده لو الأسر والأبناء والوالدين ما خدوش دروس من هذه القصة يبقى خسروا كتير. يتعلموا كتير. من هذا البر يعني صحيح. المآسي اللي احنا بنشوفها يا أستاذ تامر كل يوم ولا يخفى على أحد الناس اللي بيستغنوا عن اهاليهم في الكبر والقصص دي والاصبحت منتشره جدا جدا يعني الاسره للاسف مليئه باباء واولاد نعم. واقفين قدام بعض نعم. في المحكمه صحيح صحيح والامور دي لا تخفى على احد وبتعرض علينا ليل نهار حاجه صعبه جدا الشديد. جدا يعني نعم. فلما اسلم وتله على الجبين للجبين يعني ايه بمعنى على يعني حط السكينه على قال له بلاش تذبحني وانا باصص لك علشان عيني ممكن تيجي في عينك فترق يا سلام فتمتنع عن امر الله سبحانه وتعالى. شوف يعني حتى ايه بيجيب يعني شدنا اسماعيل اللي هيتذبح هو بيخففها على ابوه بيهيئ الاسباب لتنفيذ الامر الرباني. ونادينا خلاص بقى لما بدا يذبح والسكينه لم تذبح الله سبحانه وتعالى بقدرته اللي خلى سيدنا ابراهيم يوضع في النار ولا تحرقه هو اللي جعل السكين لا تذبح. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا نجح في الاختبار إن كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. عظيم وكانت السنة إلى إن شاء الله يوم القيامة أن يذكر سيدنا إبراهيم بهذا الموقف ولذلك حتى بيقولوا إنه سيدنا إبراهيم كان ممكن يذبح ابنه إسماعيل على طول من غير ما يستشيره قال لك فيه ملمح هنا برضو انه دخله لباب الذكر الطيب. ما احنا كده دلوقتي برضو نقول يا سلام سيدنا اسماعيل شوف الامتثال طبعا. كان ممكن يروح يقتله خلاص او يذبحه خلاص على لا 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 في رايي طبعا ابتلاء واختبار ونجاح فيه مطلق من سيدنا ابراهيم بس الاختبار الاصعب كان عند اسماعيل اكيد لأن طبعا هو اللي ما شافش المنام نعم. وهو اللي ما جالوش الامر وبيمتثل وخلاص وبيمتثل نعم. وسنه صغير شبابه لسه عايز يعيش يعني نعم صحيح يعني حاجات كتير صعبه كتير جدا طبعا. وتلاقي الناس اللي بيحبوا الناس الصالحين يحبوا غيرهم يشاركوهم في الاعمال الثواب صح والاعمال الصالحه ما يحبش يبقى منفرد لان النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في الوحده ما سار راكب بليل وحده الله في ناس كتير يقول لك انا بحب اكون منعزل عن الناس انا بحب اكون انطوائي لا لا ده مش من سنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هديه ولا من اخلاق الاسلام الاسلام دين بيعلمنا الاجتماعيات بيعلمنا التعاون بيعلمنا التعاون على البر يد الله مع الجماعة يد الله مع الجماعه بيعلمنا ان احنا نكون فيه تكاتف وفيه تعاون وفيه مؤازرات وفيه افراح مع بعض ويعني هو ده الاسلام هو ده الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى مزبوط. انزله صحيح صحيح نعم هنا فكرة الـ أو القصة زي ما حضرتك تفضلت كده إنه خلدت ذكرى سيدنا إبراهيم وسيدنا حسن. إسماعيل إلى يوم تقوم الساعة بإذن الله هنا كمان تدينا درس مهم أو إشارة مهمة جدا إلى أهمية الفداء إنه قد إيه ده من أكتر وأصعب الأشياء اللي الإنسان ممكن يعملها وبالتالي أكثرها ثوابا نعم فكرة الفداء يغفر للشخص ومن يعول مع أول قطرة من دم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم يعني أفضل عمل تعمله يوم الأضحى هو إنك تذبح طبعا اللي هي محددة بالماعز أو الشاه أو البقر أو الجاموس أو الإبل صحيح. دي الأصناف اللي هي محددة في الذبح صحيح عشان كده القصة لها علاقة بإن احنا إزاي نوصل لمرحلة الذبح وفي ثلاث نقط عايزين نوضحهم للسادة المشاهدين النقطة الأولى هي جواز الصكوك لأنه في ناس لحد النهاردة لسه بتشكك فكرة الصكوك قال لك لا الصكوك دي سنة جديدة كده واختراع جديد عملتوه احنا بنتكلم على الذبح دي التأصيل الشرعي بتاعها اسمه باب الوكالة أيوه. ان شخص بيوكل شخص في عمل معين انه يعمله بداله في حاجات ما فيهاش توكيل
زي الصلاة، ما ينفعش أقول للأستاذ تامر والله لو سمحت ممكن تصلي لي النهاردة الظهر، صح، ما ينفعش. فيه أعمال يجوز، هذه من الأمور التي يجوز فيها الوكالة، فيها الوكالة، نعم، وأجازها، زي ما الزوجة بتوكل جوزها في الحج مثلا في رمي الجمرات عشان تتقي الزحام. فالتأصيل الشرعي بتاعها موجود، اللي هو الوكالة بشرط أن يراعي الشخص الموكل بالشروط الاعتبارية، صح، اللي هي سن الأضحية وسلامتها من العيوب وذبحها في الوقت الصحيح وتوزيعها على المستحقين، اربع تمام. حاجات اللي هي الشروط اللي انا لو انا بذبح بالظبط حتى بيعها، ايوه بالظبط كده، فانا بوكلك في الذبح وفي شروط الذبح ومفتى به في المجامع الفقهيه، وانا اعتقد ان دار الافتاء كمان اصدر بيان منذ سنوات يجيز جدا، بل بالعكس يحببها، لانها انا بقى في رايي، وانا رايي هنا راي اجتماعي اعلامي ليس له بالدين عشان ما افتيش في الدين، الحقيقه ان انا بقى لي كام سنه، يعني انا بقى الحمد لله كنت بذبح كل سنه، نعم، بس بقى لي 3 سنين لجأت الى فكره الصكوك، لاني رايت انه نفعها اعم. انا لما كنت بذبح كنت بذبح عن تحت بيتي، نعم، فكان بياكل منها اهل بيتي والبواب والجار اللي هنا والمحل اللي مش يعني هم اللي بياكلوا كل مره من اضحيتي. لما جربت وعملت الصكوك، وانا بقى غلي شويه، انا بتابع اللحمه بتروح لفين لحد بغلي، يعني بحب الخيل بتاعي اتاكد انه وصل، اكتشفت انه اللحمه بتوصل لاماكن انا عمري ما كنت هوصل لها بالظبط، في اقاصي الصعيد وفي النجوع وفي الكفور. دي من الحاجات المهمه جدا. طبعا هو الخطاب مش لكل الناس، في ناس يعني جنبها ناس مستحقين وجايز يكون هو المورد الوحيد ليه، صحيح، وفي واحد بيقعد يتفكر شويه في شويه امور، يعني بيقول مثلا انا في واحد جاري او واحد شغال معايا انا بديله وفلان بيديله وفلان بيديله، وفي ناس في بلد تانية خالص ما بيروح لهمش حاجه خالص، صح، قاعدين في ظروف صعبه جدا. فدي بقى ايه المنفعه اللي احنا بنتكلم عليها برضو، ان العمل المؤسسي زي مؤسسه باب جنه يعني بيشرف على ان الحاجه زي كده اللحوم دي توصل لناس ما يعرفوش شكل اللحمه، صحيح، ولا يعني بالنسبه لهم اللحمه دي عيد. يعني عيد. ضرب من الخيال، عيد، صحيح. فدي من الحاجات المهمه جدا، جزاك الله خير حضرتك يعني لفت لا انا شايف ليها. ان الحياه دي عملت باب مش باب جنه، باب رزق وباب خير لناس فعلا ما كانش انا صحيح. خد بالك، هو الناس اللي بتاكل لحمه من الفقراء لازم يكون جنبي حد غني او مقتدر عشان يذبح، نعم، عشان يجيب. ففي قرى بكاملها مفيش حد بيذبح، بالظبط، ايوه بالظبط، يعني في قريه بكاملها مفيش حد بيذبح لان كلهم مش متيسرين. الله يفتح عليك. ده التصور اللي يعني في ناس ما عندهاش التصور ده قوي، بيبقى فاكر انه لا يعني كل ما كان عنده الاكتفاء الذاتي بتاعه، بس ده غير صحيح، مش بالضروره. ويمكن احنا طبعاً صورنا حتى في تقارير فاتت في موضوع الكراتين وموضوع الميه، صح، ان في بلاد فعلا باكملها ظروفها صعبه، ده كلام جدا، حتى لو فيها القليل فمش هيكفي برضو الباقي. الله يفتح عليك. فاحنا بندعو الناس الى التكالب على فكرة الاضاحي والفدو والسكوك من اجل اولا ثوابك انت الشخصي، ثانيا اسعاد الاخرين بان هم يفرحوا باللحوم ومشتقات اللحوم بقى، تعطيك كبد والقوارص والحاجات الحلوة دي اللي بتبقى في الفتة في العيد. وفي حكم كمان يعني يمكن البعض ما يعرفوش، انه يجوز الاضحية عن شخص متوفى حتى ولو لم يوصي. فعلا دي حلوه دي، يعني في شخص متوفى وانت عايز تعمل اضحيه عنه يجوز، يعني تنفع تبقى صدقه جاريه له بعد وفاته. نعم، اجازها الحنابله والاحناف والمالكيه. الله اكبر. طيب انا للاسف وقتي خلص يا دكتور، وسعدت جدا بالفكره اللي حضرتك طرحتها. طيب تسمح لي في دقيقه ان انا اقول للساده المشاهدين بس، قول الدقيقه عشان احنا المره الجايه بقى هنتكلم كمان عن السكوك والمشاركه في السكوك وكيفيه الفدو في اقل من دقيقه. احنا عندنا في مؤسسه باب جنه صك العجل ب 3800 جنيه، صك الخروف ب 4000 جنيه، صك الماعز ب 3000 جنيه. العجل صك العجل اللي هو السهم فيه، هنوضح ان شاء الله المره القادمه. أيوة، موضوع الاسهم بقى. ال 3800 جنيه، 3800 عجل، السهم في العجل، ما اكيد السهم من ضمن السبعه، لا رايح في حته ثانيه العجل، والخروف كامل ب 4000 والماعز كامل ب 3000 جنيه. ده حلو، ده جبتوه منين الخروف او 4000 ده؟ ما هو العمل المؤسسي دي الكميه اه
صح، ما تخش تاخد بنقدر ما تخش يعني تاخد مزرعه غير لما تخش تاخد الكبده بس. شرفت ونورت يا دكتور. شكرا، دايما بسعد بالحوار مع حضرتك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يجعلنا دايما جداً اسباب لدخول الناس الجنه. اللهم امين. شكرا، اللهم امين. شكرا جزيلا، شكرا لحضراتكم. خلص حوارنا وخلص لقائنا النهارده. بكره حلقه جديده من اخر النهار. تصبحوا على الف خير.